إذا لمتابعات تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية بعد العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا إثر اعتراف الأخيرة بدونتسك ولوهانسك انفصاليتين في شرق أوكرانيا. ينضم إلينا عبر الهاتف من كييف رئيس شبكة أوراس الإعلامية للدراسات أوراغ رمضان. أستاذ أوراغ، مرحبا بكم. لنبدأ من تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح بأن بلاده على استعداد للبحث عن حلول دبلوماسية للأزمة، لكنه عاد وأكد أن أمن بلاده غير قابل للتفاوض. كيف يمكن قراءة هذا التصريح؟ هل قدم فلاديمير بوتين جديد أم أننا نمشي في المكان وبالتالي هو ألقى الكرة في ملعب الغرب؟ طبعا الرئيس الروسي لم يقدم شيء جديد، وهو يؤكد على مطلبه بخصوص تقديم الضمانات وإعادة تسطير المنظومة أو خرائط الأمنية لأوروبا. طبعا المسألة أن هناك فرض عقوبات على السيل الشمالي الثاني، فرض عقوبات على الدين السيادي لروسيا، كل هذه الأمور يعتبرها روسيا أنها عبارة عن ابتزاز ومحاولة للضغط عليه لكي يتراجع عن مطالبه تجاه حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية. إذن لا جديد، فقط هو يؤكد نفس المطالب ويؤكد أنه لن يتراجع وأن مصالح روسيا حسب رواية الكريملين غير قابلة للتفاوض والمساومة، هذا ليس أكثر. طيب أستاذ أوراغ، بعد اعتراف موسكو بدونتسك ولوهانسك انفصاليتين في شرق أوكرانيا، هل ترى أن سياسة الأمر الواقع يمكن بشكل أو بآخر أن تقرب أطراف الصراع إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى، تعتقد ذلك؟ أنا أعتقد أن هناك مسافة معينة متواجدة من أجل الذهاب إلى الحل الدبلوماسي السياسي، ونرى أن هناك مساعي حثيثة من كثير من الأطراف، والآن نرى أن الطرف التركي بدأ يدخل في هذه المناورة، وحتى أنه بدأ يعاتب الغرب على كيف تم معالجة الأزمة الأوكرانية من طرفهم، هو يأتي يعني كطرف ثالث، رغم أن تركيا هي عضو في حلف الناتو، ولكن حسب ما نفهم بأن تركيا مهتمة في العلاقات الودية مع روسيا كما أنها مهتمة في العلاقات مع أوكرانيا. إذن هناك مسافة للحوار ولتفعيل الدبلوماسية خلافا للحلول الأمنية العسكرية. على ذكر الدبلوماسية أستاذ أوراغ، بعد تأكيدات الرئيس الفرنسي عقد قمة برعايته تجمع بايدن وبوتين، البيت الأبيض طبعا ينفي عقد مثل هكذا قمة، بماذا تفسر هذا التضارب والإعلان الفرنسي عن القمة؟ في مصلحة من هذا الإعلان إذن أستاذ أوراغ؟ طبعا هذه التضاربات يجب أن نفهم بأن فرنسا ماكرون بوجه التحديد هو يسوق لنفسه لأنه لديه حملة انتخابية في فرنسا. أما التسويق، هذا ليس تسويق، يعني هذه عبارة عن اجتهادات، وهو اختبار للدبلوماسية الأوروبية في هذه اللحظات الحرجة، ونحن نعول على أن يجب أن تتدخل أطراف أخرى غير واردة في القاموس الكلاسيكي أن المسألة أوروبية فقط وغربية. من هي هذه الأطراف أستاذ أوراغ؟ من هي الأطراف الأخرى التي يجب أن تتدخل؟ مثل من؟ نعم، أنا ذكرت تركيا يجب أن تتدخل، أظن لأن أوكرانيا مهمة من ناحية الأمن الغذائي مثلا لدول الشرق الأوسط وإفريقيا. نعم. كذلك لها علاقات مهمة مع العالم الآخر من الشرق، لذلك حان الوقت لكي تتدخل الدول التي كانت يعني في صف الحياد وتؤكد على ضرورة حل المسألة دبلوماسيا، لأن الأزمة الأوكرانية ليست أزمة أوروبية أو أزمة غربية بامتياز، هي أزمة عالمية، لأن أي تحرك عسكري في المنطقة هذا سيترجم إلى صراع دولي باستعمال ربما أسلحة تكتيكية نووية. يعني كل الأمور واردة، لأن بوتين لا يريد أن يتراجع، وهو ذاهب إلى آخر المسار الذي سطره في دفتره الخاص. ونتفهم بأن نحن كعالم إسلامي مثلا لا نريد أن تذهب أوكرانيا في أزمة ونفقد الكثير من المنتوجات من العلاقات الثنائية، وهنا تسر القرم كذلك هو جزء لا يتجزأ من الأمة الإسلامية، وعلينا أن نتحرك. وتركيا في هذه في هذا البعد، البعد الحضاري، البعد الدبلوماسي، البعد
يعني السياسي، ربما ستكون تلك القاطرة التي ستجلب الطرف الآخر. أنا أقصد هنا حتى ربما المؤتمر الإسلامي، يعني لأن المسألة كذلك تخص الجزء لا يتجزأ من الأمة الإسلامية. أستاذ أوراق، بريطانيا وفرنسا ومن قبلهما الولايات المتحدة فرضوا عقوبات على روسيا، أيضا ألمانيا توقف عقد نورد ستريم 2. كيف يمكن أن نرى حزمة العقوبات تلك؟ هل ستؤثر العقوبات الدولية على الموقف الروسي وبالتالي يتراجع فلاديمير بوتين عن هذا الموقف؟ أظن أن لدى فلاديمير بوتين ما كيف نقول مسالك بديلة، وربما سيعتمد على الحليف الصيني الذي لم يقل كلمته الأخيرة، وربما سيذهب إلى إيجاد فضاء بديل للتعامل بعملة الدولار، لتكون هناك أظن منظومة جديدة للتعامل المصرفي، ولأسواق الطاقة ربما سيقوم بتصريفها في الدول الشرقية، ونقصد هنا الصين بوجه التحديد كذلك. لكن كما نفهم بأن الاستغناء عن أو محاولة الاستغناء عن الغاز الروسي سيضرب بالاقتصاد في أوروبا، سترتفع أسعار الطاقة، وهذه الأسعار سترتفع على ستؤثر على كلفة المنتوجات الأخرى بما في ذلك الغذاء، بما في ذلك الموارد الصناعية، وحتى في الولايات المتحدة. فإذا في حال أن وجد هذا الاختلال في موارد يعني الطاقة سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطن الأمريكي، الذي ربما سيؤثر على شعبية والسلطة الديمقراطية. يعني الأمور ستطال حتى الانتخابات في الكونغرس، يعني كل شيء مترابط ومتشابك فيما بينهم. أستاذ أروق، صور أقمار صناعية تظهر انتشار القوات الروسية قرب حدود أوكرانيا، البنتاغون يعلن نقل قسم من قواته في أوروبا نحو بولندا والبلطيق، هل ينتظر العالم ولادة حدث مهم خلال بضعة أيام؟ ربما ممكن نقول خلال ساعات، لأن نحن هنا في أوكرانيا تم فرض حالة طوارئ لشهر، وهذا تأهبا وربما ترقبا لأي اجتياح روسي على الأراضي الأوكرانية، فتكون نقطة فاصلة في ولادة منتظم عالمي جديد بقواعد جديدة وبأجندة جديدة نحن لا نعرف مغزاها وإلى أين سنذهب. فقد طلب مثلا السفير الأوكراني لدى أنقرة من السلطات التركية غلق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية الروسية لخوفا من الاجتياح. يعني الأمور ذاهبة إلى مآلات صعبة نحن ربما سنفقد السيطرة عليها، ولذلك دون الذهاب إلى طاولة التفاوض وتفعيل الدبلوماسية الأوروبية والدولية، وكما ذكرت ضرورة دخول أطراف أخرى كانت حيادية إلى ورشة العمل وورشة السلام، نحن سندفع ثمنا باهظا مقابل ما سيحصل. من جهة أخرى فالولايات المتحدة تريد أن تجد بديلا مثلا للغاز الروسي، هنا في هذه الحالة ربما ستكون فائدة لدول أخرى مثلا المنتجة للغاز ومنتجة للطاقة، هناك يعني مصالح ربما ستكون لدول أخرى. نحن الآن سنرى كيف ستتحرك الدبلوماسية، دبلوماسية الطاقة، دبلوماسية الصفقات في الأسواق، كيف ستتحرك مثلا الشركات العابرة للقارات، كيف ستوزع حقائبها والحقائب التأمينية. كل هذا المسرح سيعطي لنا صورة عن طبيعة العالم الجديد الذي سندخله خلال ساعات أو خلال أيام معدودة. من كييف رئيس شبكة أوراس الإعلامية للدراسات أوراق رمضان، شكرا جزيلا لكم.